تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف من الإطاحة بشبكة إجرامية وطنية تنشط في مجال التجار بطريقة غير مشروعة بالمخدرات، أين أسفرت العملية على حجز 4 كيلوغرام من القنب الهندي مع توقيف شخصين من عناصر هذه الشبكة وحجز مركبة تستعمل في تخزين ونقل هذه المخدرات. بعد الانتهاء من جميع إجراءات التحقيق سيتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.